عسلامة عسلامة، شنحوالكم؟ شتكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. اليوم الغوسات متاعنا هكاية مش نتفرجوا فيها الأغلبية في تصور في الانستغرام، نتفرجوا فيها في التلفزة ونقولوا هذية نشوفوها في المطاعم غالية، اليوم مش نجربوها مأكولات متاع مطاعم، نجربوا نطيبوا بلا متاع مطاعم في دارنا بدايتنا السماح. هيا ننطلقوا ونشوفوا كيفاش الغوسات متاعنا. دونك عندي شرائح متاع سكالوب، حطيت عليهم مغرفة متاع أكل خل، سواء كان عندك خل تفاح ولا خل أبيض اللي متوفر عندك من خل في الدار. حطيت عليهم مغرفة متاع قهوة مطارد، هنا المطارد راهو يستعملوه المطاعم وقت اللي يفوقوا به الدجاج المشوي وإلا السكالوب المشوي، أي حاجة مشوية وإلا روتي راهو يفوحوها بالمطارد، راح تراها تعطي جو بنين على الاخر. وحطيت عليه شويه زعفران وكل الاعشاب هذيك كليل وزعتر وزايد حبق وشويه ينسون نجمي، ومش نحط شويه بصل، مش باش نحط الكل على خاطر من بعد مش نظيف ان كوانتيتي وحده اخرى في الاخر نتاع الترتيب. باهي البصل علاش هنا نحطوه في فازه هكا نتاع الشواء، راهو عنده جو سكري يتسيب كي يتحرق ويبنن برشا، سواء كان الحم والا دجاج والا سكالوب يبنن برشا. وزدت هنا الكونتيتي نتاع الزيت، هنا عندكم ميزانكم قداش تحطوا الزيت، دونك المهم ما تحطوش برشا زيت باش ما تقهمناش وما تجيش قويه. ومش نخلطوا هذه الكول كي ان بو هكا نقولوا نعجنوا شويه باش ندخلوا المكونات والفحات في وسط السكالوب نتاعنا ويجينا بنين. بهي يا جماعة انا لهنا راني ما حطيتش ملح عمدا، مش نسيتو على خاطر الخل هو المعوض متاع الملح، يعني كي تحط كونتيتي متاع خل تعوض راهي الملح، هو معوض طبيعي للملح. ونخليوه يرتاح على الاقل نصف ساعة، اذا كان ما كانش اكثر باش يشرب الفاح نتاعو بالكدا. بعد ما خليته يرتاح انا لهنا حطيت شوية زيت في البوالم بي ونحط عليهم الشرائح نتاع الاسكالوب بالترتيب، ومش نحط من فوقهم البصل ما تبقى من السائل اللي مش نلقاه في البوالم بي. دونك ونشويو السكالوب نتاعنا حتى لين يخلط الكولور الدوغي اللي حاشتنا بيه. توا كي خذا البصل الكولور الدوري نتاعنا بشويه، دونك نزيد بقيه البصل باش ما يكونش عندي في الماكله البصل كله محروق، يعني يكون عندي حتى البصل المشوي اللي عاتي جوبني. هنا نحمرو بزيد شويه اسكالوب نتاعنا، ما نحرقوهوش باش يعطينا الكولور المزيان في الصوص بلانش نتاع المطاعم. وفما استوس اخرى كملوا الفيديو تا تشوفوها، نستعملوها في المطاعم باش تجينا لي كولور اللي نتفرجوا فيها عند الشبابنا وعند المطاعم سبيسيال. دونك وعندي بوالة، خديت بوالة اخرى ومش نحط في وسطها شوية بصل نحيته من اللون باش نقلي بيه الفقاعة، وحطيت ورقتين رند عليهم شوية كليل وزعتر وبزيد حبق وشوية ملح. هنا يا جماعة ننصحكم تعملوا الملح كونتيتي صغيرة ومن بعد ذوقوا واعدوا ملحكم باش ما تجيش من الاولى، باش ما تحطوش كونتيتي كبيره وتجي من بعد مالحه. دونك وحطيت مغرفه نتاع ماكله زبده. لهنا لاستوس المهمه اللي استعملوها المطاعم، انه الشامبينيون يتقلى في وسط الزبده، ما يتقلاش في وسط الزيت وما يترماش ديريكت في وسط الماكله، لك التقليه هذيك هي تطلع له البنه نتاعو اللي هي شنو، تشيح الشامبينيون نوعا ما من الماء نتاعو، تشيح تو تراو فيه هكا سايب الصوص نتاعو شويه، ومن بعدين نوقفوه على زيتو نحنا نقولو. وحطيت لهنا شويه فلفل برا عبيد باش يسيب جو هكا بنينه شويه نتاع حروريه هكا، حاجه بسيطه مش حاجه كبيره، اللي يحب ما يحطوش ما يحطوش. راه كيما تشوفوا لهنا هاكم تشوفوا في الشامبينيون راه يوصل يتقلى لين يشيح من الزيت، او نعطيكم رومارك اخرى انه يولي يترشق.
كما تشوفوا لهنا الشامبينيون بريسك شاح من الزيت نتاعو، وقتها مش نزيد معاه سكالوب ونزيد نقليه شويه اخر باش يسيب هكا الجو كل في بعض يولي يكون مجو متجانس. وطبعا مش تشوفوا أستيوس أخرى اللي استعملها المطاعم واللي احنا نقولوش بينا طيبنا نفس الترتيبة وما جاتناش نفس الكولور ونفس الجو، هو البوال اللي طيبت فيها اللحم المشوي نحطه في وسطها الماء اللي مش نمرقو بيه ونسخنوه شوية باش يتسيب الفيح متاعها، الفيح اللي لصق في وسط البوال هذاك الكل كي يتسيب ونمرقو بيه ماكلتنا. يجينا الكولور اللي نتفرجوا فيه في التلفاز والا في الانستغرام نتاع الشناوة والماكلات نتاع المطاعم الغالية. هنا انا غلطت غلطة، ما تغلطوش كيفي، انا حطيت كونتيتي صغيرة من الماء، دونك جيت نطيب في الاندومي نتاعي ما حطيتش كونتيتي، ما لقيتش فاش باش نطيبها، دونك طاست لي زدت الماء وما تزيدوش كونتيتي كبيرة من الماء على خاطر الاندومي عندها 3 دقائق تشرب ماها وتطيب، يعني مازمكش تفوت لها الطيب متاعها ولي معجنة. والحاجة المهمة اني ما نستعملش لفاح متاع الاندومي، يعني وين نطيب الاندومي لفاح متاع الاندومي نطيشو. شفتوا لهنا انا ما حطيتش كونتيتي كبيره نتاع الماء، ترصت لي ما لقيتش فيش باش نطيبها، مترصت لي مش نزيد الماء، حتى كي زدت ما زدتش حاجه كبيره، يعني جوست ما يطيب فيها الاندومي باش ما تجيكمش مرقه. لهنا دوبا ما تبدا الاندومي نتاعنا سي بون تترخف وبديت نحط الحكه الاولى نتاع الكريم فريش. نزيدها شويه وقت اخر ونحركها ومن بعد نحط الحكه الثانيه نتاع الكريم فريش. لهنا الوقت ماهوش بعيد برشا يعني على بعضه، جوست هكا بالتحريك، يعني جوست هكا تغطي شويه ومن بعد تحرك ومن بعد تشوف ومن بعد باش ما تخليهاش تطيب اكثر من لازم تولي معجنه. هنا كي نحسها سي بون الاندومي كلها كنت راه فيها ما عادش عندي اندومي يابسه كلها ترخفت كلها بريسك طابت، وقتها نحط الجبن نتاعي، حكت الجبن نتاعي وقتها نفرغها، الحق هي ماهيش حكه كامله على خاطر استعملت منها شويه مش حاجه كبيره في ماكله اخرى. توا نفرغ الحكه سي بون، كتراو في الاندومي كلها مرخوفه ما عادش عندي حتى كعبه يبسه كلها ولات طايبه بس الاندومي بتاعي طابت، باش نفرغ فيها الحكه نتاع الجبن ون الجبن السائل هذاك، نفرغ فيها الحكه تنجمو تعوضو راهو جبن بجبن موزاريلا راهو مش لازم تكون جبن هذاك، دونك ونخلطها مليح مليح مليح، نتاكد انو خلطت الجبن في الاندومي كل وتحطوا في البلان بتاعكم وصحة بالشفاء. شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا، وما تنساوش الاشتراك في القناة متاعنا وتعملوا جيم على الفيديوهات اذا كان عجبوكم،
ونختمها بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله تكونوا عجبتكم وصفتنا ومش نحاول لماكسيموم نجيب وصفات متاع لغستوران اللي نتفرجوا فيهم في الانترنت ويعجبونا ونعرفوش كيفاش نطبقوهم ونطبقوهم. بسلامة.